قال لك واش باقي كتبغيني انا ولا لا؟ عليا انا هادي راه 70 عام هي معدي هادي 70 عام 50 عام ماشي 70 عام 50. اثناء التصوير حسيت بكميه الحب والصدق اللي كاينه بيناتهم، يعني كان شيء مميز جدا. حسيت انني امام نوعيه من الناس اصبحت نادره في الحياه اللي ولينا كنعيشوا اليوم. الناس كتير كتير حبت القصة، حتى انه وصلتنا كتير رسائل وتعليقات قاعد يحكي انه اول مرة بشوفوا نموذج هيك، وانه بتمنوا يشوفوا الحجة فاطمة وزوجها بفيديوهات اكتر، زي كأنهم اعتبروهم مثلهم الاعلى. انا شخصيا كنت فرحانة بزاف وانا كنتج القصة ديالهم، وبسبب المشاعر ديالهم الجميلة اشتهروا بزاف في المغرب، وجاتهم من بعد فكرة انهم يعملوا قناة على اليوتيوب، وتولت زوجة ابنهم تنفيذ هذه الفكرة. عرفتي فرح في وقت قصير بزاف، القناة حققت 5 ملايين مشاهدة.